حراك بين راسو ندير والخندقات الصعب لنا ديل ولي اخواتنا ومهاتنا ستة الشاي ديل والابطال خلف الدراجات والابطال ابطال الشوارع اللي بنسميهم ال ما هقوله طبعا لكن عبركم نحيي كل الشهداء اللي دموا مسال في هذه الارض عشان نشكل مستقبل جديد للسودان. داير ابدا لكم الكلام ده بجاز اكون احنا متواصلين عن طريق الافلام وكده، لكن الليله خلونا نتكلم مباشر. انا داير اقول لكم في سؤال يتعطل 63 سنه لازم نجاوبه. كل العناصر اللي بتخلي السودان يكون دوله قويه غنيه شعبها مرفه وسعيد وامن هي السودان، موجوده السودان. لكن الواقع بيقول فقر ونتقبل الإغاثات من العالم وأربع خمسة مليون سوداني يبحث عن العمل خارج السودان حاجة بتشبهنا كده. أمسكوا معايا العناصر حقة النجاح. نمرة واحد، المولد البشري السوداني المؤهل اللي قاد النهضة في إفريقيا وفي العالم العربي. ما في نظام قضائي تقريبا أنشئ في إفريقيا إلا خلفه القضاء السوداني أو القضاء السودانيين، الأنظمة الإدارية، الخدمة المدنية، التعليم، التنمية الاقتصادية، وكلكم عارفين دور السودان في الخليج العربي والسعودية، في أوروبا، في النمسا، في ألمانيا. يكفي إنه في بريطانيا واحد قال يعني لو السودان استدعى أطباء من بريطانيا سيختل النظام الصحي في بريطانيا، لأن بريطانيا لا تتحمل مغادرة هذا العدد من الآلاف من الأطباء وجراحي السودان. موجودين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأرقى مقام للبحث العلمي في العالم هو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. السودانيين موجودين فيها بالعشرات. مايكروسوفت اللي كل زول فيكم شايل تليفون شغال بالبرامج بتاعتها أغلبهم مبرمجين سودانيين. في كتاب اسمه الأطلس الأمريكي بيضع السودان ضمن خمسة دول من أعلى معدلات الذكاء في العالم، اللي هي خمسة: السودان والحبش والأريتريين والهنود والباكستان وغيرهم مرتبة أولى. طيب كده ثبتوا معي مورد بشري مؤهل، مورد طبيعي غير عادي، الغاز كمية ضخمة، البترول من البحر الأحمر إلى غرب دارفور كمية ضخمة، اليورانيوم يقدر بأكبر من ثلث إلى 50% من احتياطي العالم، واحدة من ثلاثة دول مرشح للطاقة الكهربائية من الشمس، عندنا المعادن الاستراتيجية الثمانية، الحديد. يمكن كلكم بتسمعوا بالكلام ده، أديكم أرقام اللي يقدر ب 14.5 بليون طن. والذهب، كل الذهب اللي بيطلع الان ده هو ما يسمى بفتات الذهب، لسه الذهب المخزون الاستراتيجي لسه جوه. الدولة الأولى في احتياطي العالم النحاس، الكروم، المنجنيز، التيتانيوم، الألمنيوم، أحجار الزينة، الجرانيت، المرمر، الرخام. في نوع من أنواع الجرانيت الموجود الآن في الشمال وفي سينار وبحر الأحمر، المتر في متر يصل إلى حاجة 2000-3000 دولار. ده غير ال 230 مليون فدان ارض زراعيه ممهده زي المسرح ده. والمويه 540 مليار متر مكعب مويه تهطل من السماء ومياه جوفيه. بعد ده موقع استراتيجي مهم جدا تجاه افريقيا على البحر الاحمر، افريقيا قريبه، العرب قراب، اوروبا قريبه، وكل افريقيا دي لو واحد فيكم وقفوا دي اخر بحث عملته انا، دقيق في المداخل حقت التجاره الاقليميه بين السودان والدول الثانيه، وقفت في المدخل بتاع غرب دارفور، الساعة الواحدة يمشي زي 325 شاحنة تعبره شايلة البضاعة، هم ده فوق الرقم ده وهكذا، يعني كل الحدود ده لحد إثيوبيا تشيل وتودي، موقع رهيب جدا. كده أنا أحسبها مورد بشري تمام، مورد طبيعي تمام، وموقع تمام. الفرص المتاحة لنا السهلة يعني قطن وغذاء لحم لبن زيت بحسب دراسة عملت قبل سنتين 150 مليار دولار. لو اخذنا منها بس 20 تمرقنا،
طيب بعد كل هذه الأشياء فقر وجوع وإغاثات، المشكلة وين؟ في نفس الوقت ده قامت الدول ونهضت، لا عندها بترول لا عندها حديد لا عندها معدن. وحدكم بعد شوية نمازج من الكلام ده. وين المشكلة يا جماعة؟ هنا مضعيفين في التفكير الجماعي، يعني كأفراد شطار، لكن كتفكير جمعي ما يعني دي واحدة من عيوبنا الكبيرة. لكن إلا كيف ده السؤال. بس كده أقفوا معاي في تسقط بس، طبعا تسقط بس يا جماعة فيها كلام كثير. من الناس في الشهور الماضية فسروا هذا المصطلح بمنتهى السطحية ومنتهى السذاجة. يقول لك الشباب دارين الشيشة ودعم يقولهم ستة الشاي ويشوفوا من التفاهات زي دي. لكن احنا قلنا يا جماعة حق نفهم صح، تسقط بس دي ننظر لها صح. الشباب ده بينظر في اتجاهين، بينظر للعالم برا يلاقي الإبداع. كل يوم دولة مارقة العالم نحو الرفاهية، كوريا الجنوبية تصدر لنا الإبداع، سامسونج، الهونداي، الكيا، التلفزيونات، الحكم الراشد، الرئيس ذاته يتحاكى في المحكمة. نعاني للداخل تخلف، فقر، فساد يسكم الأنوف. تعاين بر، فما بين البر والجوة وصل هذا الشباب إلى درجة اليأس والقرف من هذا النظام. بالتالي ما يصلح معه الحوار، لابد من أنه يسقط كله ويجي نظام جديد يؤسس لمستقبل أفضل. عشان كده الشباب ما تعاوز حكومة بتبنى على العلم، على الإبداع وعلى الأخلاق زي ما حوضح لكم الآن. ودي التحدي الراجين الآن. إحنا ما دايرين انقلاب عسكري، بنتكلم عن انقلاب فكري ومنهجي. الأصنام بتاعت شايفينها تحت دي، هذا بسميها الممارسة السياسية التقليدية، علي بالحرام ويجيك السياسي شايل عكازه والخطبة الحماسية والشعر، ودي ما بتأكل عيش. العالم الآن شغال علم سياسة بالعلم بالمنطق بالأخلاق ما بالحماس. وبالتالي إحنا يا جماعة في سؤالين لازم واحد فيه نختار: هل حتكون كيف ستكون حياتنا في المستقبل؟ وده بودينا لقدام، أو كيف ينبغي أن تكون حياتنا في المستقبل؟ وده دايرينه إحنا. بالتالي إحنا يا جماعة دايرين نخش مستقبل سوداني جديد، نشكل فيه مستقبلنا بإرادتنا. كده خلوا بالكم معاي لكلمة تشكيل. أي زول فيكم ده يتخيل قدامك الآن طينة بتاع الصلصال، ما ممكن تشكل لو ما خطيت في راسك شكل معين. والله قطية بقوم بشكل قطية، عمارة بشكل عمارة، علبة كبريت علبة كبريت، مكرهون بشكل مكرهون. لازم في خيال. فيه احنا خيالنا للسودان سنة 20-30 شنو 40 لازم يكون واضح عشان نشكله. عشان كده زي البرج الفاتح ده، فندق كورسيا ده، ذكر صاحبي قال لي سألني من الحكومة والرئيس الوزراء مو وزير خارجية، قلت له يا أخي كده خلينا من قصة الوزراء دي، كده نعاين للمملكة. المملكة عليك الله يسألك جا ساكت ولا في ترتيب؟ قال لي يعني شنو؟ قلت له يا أخي أول حاجة عملت الفندق ده أو المملكة ده بيت مهندسة في الخيال، صممت المملكة اللي هو شكل سفينة فيها فن وفيها جمال وفيها إبداع وفيها إحساس مرهف وفيها علم، لأنه خدت لها مبنى ضخم جدا على قاعدة صغيرونية علم. بعد ما في الخيال رسمته خطته في الورق خريطة، اكتشفت أخطاء صلحتها، أصبح المبنى عبارة عن خريطة، شالت الخريطة ادتها لمقاول، المقاول عمل المبنى والكهرباء والديكور بقى مبنى. فإذا معناته المبنى ده في الأول كان عبارة عن خيال فخريطة، بعدها جاء المقاول. طيب المقاول ده من يا جماعة؟ المقاول ده هو رئيس الوزراء والوزراء. لكن هل إحنا محتاجين لمقاول ولا محتاجين في الأول للخريطة؟ ما ممكن 63 سنة ما عندنا خريطة اللي هي خطتنا السودانية شنو، رؤيتنا السودانية، فكرتنا شنو السودانية اللي احنا عاوزين، شنو مصالح، شنو غاياتنا، شنو دي اللي احنا عاوزين نتكلم على تشكيل مستقبل سوداني جديد. عشان كده يا جماعة خلونا نتكلم على حاجة مهمة جدا. انا دار احكي لكم الآن تجربة مهمة جدا. في 38 تجربة في العالم نهضت في فترة ما بين 15 إلى 25 سنة من الفقر إلى الرفاهية. هل في ظل فينا سأل نفسه اللي أنا مرتبي 500 جنيه 1000 جنيه يعني 20 دولار، أنا بأخذ 20 دولار، وفي نفس هذا الكوكب في ظل بيأخذ 8000 دولار بيمشي الليلة سويسرا بكرة ألمانيا ما عنده هم أكل وشراب ولا صحة ولا تعليم؟ طيب إحنا في كوكب واحد، ليه ده بيأخذ 20 دولار وده بيأخذ 8000 دولار؟ الفرق بين اثنين يا جماعة فكرة وطنية. لاحظوا لي معي للكلام ده يا جماعة، هي هل فكرة حزب؟ هل فكرة حكومة؟
فكرة وطن. ولينشأ السؤال إحنا منو دايرين شنو؟ غاياتنا شنو؟ مصالحنا الاقتصادية شنو؟ الاجتماعية شنو؟ في الصحة في التعليم وكيف؟ بتعبر أحيانا عن حلم وطني. أي زول بيحلم بحاجة أنت كشخص، لكن إحنا كلنا كسودانيين 30-40 مليون يفترض أن يكون عندنا حلم واحد. وأي زول يا جماعة يحلم حلم كبير، من حقك تحلم حلم كبير، لين أحلامنا صغيرة وما عندنا حلم ذاته. قالوا لو تعلق قلب المرء بالثريا لنالها، الثريا يهديك النجمة دي. لكن قالوا الثريا اللي هي حلم ما بتصل إلا إذا قلبك يتعلق بها، وأنا بقلبي ما بتعلق بحاجة أنا ما شايف نفسي فيها ومصلحتي فيها. يعني بداية تشكيل مستقبلنا توافق بتاع قلوب وجداني إنه ننتج فكرة كلنا كسودانيين إحنا نقتنع بها ونقبلها، وبالتالي أنا ما بقبل أي حاجة أنا ما مقتنع بها. كده أنا أدار أقرب لكم المنظر ده بطريقة تانية. أنا عملت تحليل ودرستكم كلكم، اكتشفت أنتوا كلكم القدامي دي 40 مليون سوداني بدرستي ليكم بتحبوا عربية ما أعرف كامري. فقمت في الخيال صممتها قلت لكم يا عم تفتكروا أنتوا دايرين دي؟ لو أنا قريتكم صح هتقول لي الله يا أخي دي ما بالضبط اللي احنا عاوزينها. يعني أنا ما فرضت عليكم حاجة، أنا منكم استنبطت دايرين شنو شكلتها. إذا معناتها أنا في الأول لو وصلت لغايات عبر عن الناس الشعب السوداني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب الوسط، هيقول لك إحنا ما دايرين دي. عشان كده إحنا بنتكلم في الأول كيف نصل لخطة سودانية. في 56 طلعت الفكرة البريطانية من السودان، لكن للليلة من 1-1-56 للليلة إحنا ما عارفين إحنا دايرين شنو، ولا إحنا دايرين منو، إحنا منو ودايرين شنو. عشان كده لغياب الخطة بتاعتنا السودانية اللي هي خطة الدولة السودانية جاءت أحزاب خلافات، فسقطت جاء عبود مش الاتحاد السوفيتي، حصل شنو ما بعرف، مش الولايات المتحدة الأمريكية تسقط، بس جات شنو حكومة انتقالية متعجلة جدا. بدل ما نتمهل ننتج الرؤية الوطنية استعجلنا نصل للكرسي ده، أجلنا ده. النتيجة سنة جات تاني حكومات حزبية خلافات، لأنه ما خطة ما في خطة وطنية. النتيجة خلافات حكومة ثم حكومة ثم حكومة، جاني ميري قلبها جبيرك عبود كان واقف في محطة أمريكا، رجعنا تاني للاتحاد السوفيتي ثم تاني رجعنا للولايات المتحدة الأمريكية تسقط، بس سقط. جات الانتفاضة سنة واحدة. بدل ما نتمهل، عشان كده جماعة الجمعة المهنيين بتكلم على 4 سنين في منطق، فاستعجلنا في سنة لفترة سوار الذهب نصل الكرسي بدون ما ننتج خطة الدولة السودانية. جاءت ثاني 3 حكومات، طب الاتحاد الديمقراطي حزب الأمة، بعد شوية اتحاد الديمقراطي حزب الأمة الجبهة القومية، بعد شوية اتحاد الزمالك، لحد ما الشريف زين العابدين الهندي الله يرحمه الديمقراطي ما بقول له وجهه. الدولة جات الإنغاز، لا أمريكا ولا روسيا، الاثنين عذابوا عندنا. طيب الآن العذاب خلاص دنا عذابها، هالليلة سقطت ماذا بعد؟ الليلة الكلام اختلف في حتتين، إنه الدور ده الثورة اللي نشأت في السودان منذ 19 ديسمبر تتميز عن كل ما سبق بأن هناك مستوى عالي جدا من الوعي لدى الشباب اللي خلى تمشي هذه المسيرة بتاعت الثورة لأكثر من 4 شهور سلمية. في الوقت الرئيس الفرنسي يقول لنا يا جماعة خلوكم زي السودانيين، يرشحوا الثورة إنها تكون مدرسة. الآن الخواجات في إدجوار رود بيقولوا تسقط بس قفلوا الشارع، الخواجات بيقولوا يتعلموا من مدرسة تسقط بس. أنا ماذا أقول لكم بالإنجليزي يعني؟ والآن في شات ظهرت الحركة الجديدة تمرك بس، والجماعة كلهم خايفين مدرسة، ففي وعي للشباب. لذلك هذا الوعي هو المظلة إحنا مراهنين عليها إنه إحنا ننجز الفكرة الوطنية السودانية بتاعتنا اللي بتعبر عن وجداننا السوداني كحلم سوداني، عبرنا عنه عن أفلام كثيرة جدا. وبالتالي إحنا يا جماعة دايرين نعمل الطريق ده نحو المستقبل. تجي حكومة يمشي حكومة يفرق معنا. حتى الحكومة الجاية دي أنا ما فرق معي منو بيجي طالما زول فاهم، لأنه فرقوا من مضحة دي والخرطة دي. يا أخينا وزارة الزراعة عندك نص مليون طن قمح، عندك كم دور تنتقل ده حسبك عليه،
ما أنتجت مع السلامة، لأنه المرحلة الجاية للجماعة القاعدين في القيادة العامة وفي الولايات الثانية بعد ما ينتهي تشكيل الحكومة حيتوجه إلى مراقبة الحكومة. ما حتستنى الوزير 30 سنة ما يغلط، غيري طال لنا محسوبية طوال تسقط بس مع السلامة، ما في طريق. يعني لازم الحكومة تتخطى في شنو؟ في صفيح ساخن عشان بعدنا نستعدل نمشي في الطريق ده. ما فرق معي بعد الوزير جميل وين. يعني هنركز على الخطة المقابل يمشي زي ما عاوزينه احنا. عشان كده ناخد كتار جدا بالذكر يقول لك احنا سمعت لي محاضرة لي 32 ورق علمية، الزوج يقول لك كلام يديك السماء فينا، يقول لك لكن الله الحقيقة يتوقف على دورة الرياضة. في النهاية تواجهت البعبع اللي اسمه إرادة وطنية، ده شنو؟ كلهم سألتهم ما في زول عرف. فأنا الليلة داير أفك السؤال ده، إرادة وطنية يا معنى معناته إرادة وطن. إرادة وطن، ما إرادة حكومة، ما إرادة حزب. ليش السؤال؟ ماذا يريد الوطن السوداني؟ فإذا جبت غايات عبرت عننا كلنا وقيم عبرت عننا كلنا، بقول احنا بنرتبط بيها، بقول هي ما احنا دايرين، نحن نريد فتشع الاراده. ما في دوله بتقدر تعمل اراده وطنيه اذا هي ما عارفه اذا انا دايره شنو. يا جماعه احنا من سنه 63 ما عارفين احنا دايرين شنو، لكن حسنا احنا عارفين. ده الفريق بين دمام وبين يبقى بينزل هنا.